بداية تحياتي لكم خالص الأعزاء لصحفيكم وشهدائكم، يعني قناة القاهرة الإخبارية منذ اليوم الأول من السابع من أكتوبر حتى هذه اللحظة، وتقوم برفع الصوت عاليا من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي توصل الحقيقة إلى العالم من أجل أن تظهر أن هذه الجرائم بحق المدنيين وأيضا الشعب الفلسطيني. فعلا أن قناة القاهرة، وأنا أشهد على ذلك، يعني كل يوم يتم استضافتي عبر قناتكم من أجل إظهار الحقيقة والتحليل الصحيح والتحليل الحيادي بحق القضية الفلسطينية وبحق يعني الدفاع عن المدنيين. هي دائما تتحدث عن الواقع الإنساني، بالفعل ما ينظر إلى الأطفال والنساء اللواتي والذين يتم قصفهم على أرض الواقع، الذين ليس لهم ذنب في هذا الواقع الأليم من آلة الإجرام الحربية بحق الصحفيين. هذا كله ضمن الشرائع الدولية والحقوقية مخالف للقوانين، ولكن في نهاية المطاف رحم الله الشهداء، يعني الشهداء يعني ليس فقط يعني الذين رفعوا هذه الكلمة، هناك الصوت عالي سوف يبقى صداحا. يعني قناة القاهرة نشهد على هذا السياق أنها ترفع دائما الكلمة وكلمة الحق من أجل أن ترفع العدالة الفلسطينية وحق القضية الفلسطينية بالدفاع عن المدنيين وعن الشعب الفلسطيني، وحتى على مستوى الصحفيين. يعني هي الآلة الإجرامية لا تفرق بين صحفي فلسطيني وصحفي عربي ولا تفرق، هي تفرق بين أن هذا الشخص يريد أن يرفع الكلمة عاليا، يريد أن يرفع الصوت عاليا، هي لا تريد أن تظهر هذه الحقيقة، لا يريد جيش الاحتلال الصهيوني أن يظهر الصوت عاليا. هناك انتهاكات بحق الصحفيين، هناك انتهاكات، هناك استهداف يعني واضح ومبرمج ومنهج ومخطط على أرض الواقع لقتل كل واقع، سواء كان فضائية أو إبعاد قناة أو إبعاد الصحفيين، قتلهم، قمعهم، تركيعهم، تخويفهم على أرض الواقع. حتى على مستوى الكتاب الفلسطيني أيضا يتم ملاحقتهم على هذا السياق، حتى المحللين يتم ملاحقتهم عبر هذا السياق، سواء كان بكافة الإجراءات التي يشيرون إليها. لكن يبقى على عاتقنا رفع الصوت العالي وإظهار الحقيقة، هذه الحقيقة المؤلمة في الواقع الفلسطيني. صحيح أن ما يحدث الآن ما زال أن واقع الصمود والإرادة والقوة الحقيقية من الداخلية الذاتية هي موجودة على أرض الواقع. ما يقوم به الاحتلال الصهيوني بالفعل هو يعني وصل إلى مرحلة جريمة حرب، جريمة إبادة بحق الصحفيين. هذا الأمر يخالف كل القوانين الدولية، حتى على سياق القوانين المتواجدة في الأمم المتحدة تشير أن أي استهداف لصحفي بغض النظر طبيعة هذا الصحفي الذي يقدم الحقيقة، الذي يرفع الصوت عالية، الذي يرسخ واقع الإنسانية وعدالة الواقع الإنسانية، الصحفي عندما تم بالفعل القيام بهذا الجهد هو من أجل الرفع الصوت عاليا. هذه المهنة الإنسانية تعتبر القضية الصحفية والإعلام والسلطة الرابعة، السلطة الرابعة الوحيدة اللي حتى هذه اللحظة التي تستخدم في سياق عملية إظهار الجرائم التي تحدث بأرض الواقع، في واقع ما يقوم به الاحتلال الصهيوني، بعملية استهداف البنية التحتية، باستهداف المقرات الصحفية، باستهداف الأطفال والنساء، باستهداف كل من له علاقة بعملية إظهار. كم يحتاج دكتورة تمارا الاحتلال الإسرائيلي، كم يحتاج من أعداد من الأطفال، من النساء، من الشيوخ، من الصحفيين، من الأطباء، من عاملي منظمات الأمم المتحدة، كم يحتاج من رقم حتى يتوقف عن هذه الآلة، آلة الحرب التي هي مستمرة مستعرة، يستخدم فيها كل الأسلحة الممكنة، لا يفرق بين أحد في قطاع غزة، كم يحتاج؟ كم يحتاج العالم حتى يتحرك ويوقف هذه الآلة العسكرية الإسرائيلية؟ للأسف الاحتلال الصهيوني الآن يستخدم سياسة الانتقام، هو ينتقم كل فرد بغض النظر عربي فلسطيني، حتى على مستوى الجنسيات الأخرى أيضا تم استهدافهم على واقع الذين يعملون في الوكالات الأمم المتحدة، يتم استهدافهم. أي شخص يساعد الواقع الفلسطيني هو مستهدف في سياق واقع الاحتلال الصهيوني، يستخدم واقع سياسة الانتقام حتى هذه اللحظة، وما لم يشفى من واقع الانتقام بحق المدنيين الفلسطينيين، ما زال حتى هذه اللحظة يستخدم واقع الآلة الإجرامية، سواء القصف الجوي، سواء بخطة التجويع، سواء بعملية
الإبعاد، كل من له علاقة بواقع حياتي مستقبلي لقطاع غزة أيضا يتم استهدافه. هو معني بعملية إظهار صورة النصر الوهمي، هذه صورة النصر أو الانتصار الذي يريدون الإشارة إليه، حتى على مستوى عندما يشيرون لمشفى الشفاء وكأنه قاعدة عسكرية وكأنه تكن عسكرية. هو ليس، هو يعلم تماما أن مشفى الشفاء ليس له علاقة بواقع عسكري، ولكن يريد أن يظهر لعملية الشارع الإسرائيلي والشارع الغربي أن واقع إذا تم محاصرة مشفى الشفاء وتم القضاء عليه وكأنه انتصر، وكأن مشفى الشفاء عبارة عن قطاع غزة، وكأن حاصر قطاع غزة، وكأن هدم قطاع غزة. كل من له علاقة بواقع حياة يريد تدميره حتى يطلب الشارع الإسرائيلي أن سياسة انتقام التي لم تشفى ولن تعطي أي نوع من الشفاء. واضح تماما أن هؤلاء مرضى نفسيين، هم يعانون من المرض الانتصام الشخصي، هو ينتقم من واقع طفل نساء. واضح تماما أن هذه السياسة الاستعراضية الانتقامية الاستفزازية، سياسة التركيع وسياسة الترهيب، هذه السياسة لم يشفى منها واقع الاحتلال الصهيوني، لأنه فشل في عملية تنفيذ الأهداف الأمنية والعسكرية. والآن ينظر إلى الأهداف الأمنية، يريد أن يصور الطفل الفلسطيني بأنه هدف عسكري، يريد أن يصور الصحفي الفلسطيني أو العربي أو حتى القنوات العربية بغض النظر طبيعة هذه القنوات، يريد أن يصورها هي أهدافا عسكرية، يريد أن يصور الامرأة الفلسطينية التي ليس لها علاقة، الجنين ليس له علاقة بواقع الحرب العسكرية والميدانية، يريد أن يصور هذه الأهداف هي بالفعل أهداف عسكرية. لماذا هو يصر أن يصور الأهداف المدنية إلى أهداف عسكرية؟ لأنه فشل، لا يحقق حتى هذه اللحظة ولم يحقق الأهداف الأمنية والعسكرية المتمثلة بالقضاء على المقاومة الفلسطينية والمتمثلة على القضاء على المقاومة الفلسطينية. الآن بدأ يتجه أن يحول المستشفيات ويحول المدارس ويحول النساء والأطفال والصحفيين أهدافا أمنية، هم عبارة عن أهداف عسكرية. حتى إذا تم بالفعل الضغط على إسرائيل بإيقاف هذه إطلاق النار، وكأن حقق النصر بأنه تم القضاء على مشفى الشفاء وتم القضاء على مستشفيات وتم القضاء، هذا ما يريد أن يصور بواقع إعلامي. هو يستخدم الحرب الإعلامية النفسية حتى يظهر واقع النصر، لن يعلم تماما حتى هذه اللحظة لم يحقق أي نوع من النصر، بالعكس أصبح هناك تأليب الرأي العالمي ضده، أصبح الآن بالفعل وبعد أن تكشف للعالم دكتورة تمر، بعد أن تكشف للعالم حقيقة ما يجري وهناك مظاهرات تندرع في كل مدن وعواصم الغرب بلا استثناء، حتى أنه يعني يتم إقالة وزيرة الداخلية في بريطانيا لأنها فقط تعاطفت أو يعني انتقدت تعامل الحكومات الغربية مع المظاهرات التي تخرج نصرة للشعب الفلسطيني ولقضيته، حتى هذه اللحظة لم يتغير الغرب، لم يأمر أو يطالب إسرائيل بأنها توقف آلة الحرب، بل أن نتنياهو يقول علنية أننا مستمرون في هذه الحرب مهما كان سنستمر وسنسيطر وسنحقق أهدافنا، حتى أن أهدافه لم تعد مفهومة ولم تعد حتى مركزة، يركز على تارة على قضاء على الفصائل الفلسطينية ثم يعود بعد ذلك يقول بأن مستشفيات هي المستهدف وأنها يتم استخدامها، فبالتالي لا يوجد أهداف ولا يوجد مطالبات بإنهاء هذه الحرب. نعم هذا صحيح، على أرض الواقع إسرائيل حتى هذه اللحظة ناتجت لديها خطة استراتيجية مستقبلية في عملية التعامل مع قطاع غزة، لذلك أهدافها الآن هي مبعثرة ولا يوجد هناك أي توافق بين المستوى السياسي والأمني والعسكري في حكومة الحرب. عدم التوافق في هذه تحقيق هذه الأهداف أو عدم قدرتهم على عملية وضع الأهداف التي يجب تحقيقها حتى هذه اللحظة، لا توجد هناك أهداف محققة. الهدف الأساسي حتى هذه اللحظة واضح تماما أنهم المدنيين، وهذا إشارة أن واقع الاحتلال الصهيوني ما زال يعيش في حالة من الصدمة، يعيش في حالة من إنهزامية نتيجة واقع 7 أكتوبر. لذلك حتى هذه اللحظة يستخدم كل الأدوات المحرمة دوليا، الفسفورية والعنقودية والصواريخ التي لها رؤوس في عملية التي تفتك بأواسط وأقدم بأقدام وأرجل الأجساد البشرية الفلسطينية، كل ذلك يستخدمه من أجل تحقيق أهداف غير معروفة. يعني حتى هذه اللحظة أن أهدافي على أرض الواقع غير منهجة وغير مخططة لها، فقط هو يستغل الوقت ويستنزف الوقت من أجل إطالة هذه الحرب حتى ينقذ نتنياهو نفسه. هو يعلم تماما أنه أصبح الآن في حالة من مأزق داخلي، هذا المأزق الداخلي الذي يعيشه، ويعلم تماما أنه سوف يذهب إلى السجن، ليس فقط الذهاب إلى السجن نتيجة 6 ملفات الفساد، وأنه سوف يذهب إلى واقع السجن لأنه فشل في عملية واقع ما يحدث من 7 أكتوبر. هناك تحقيقات في هذا السياق، وأصبح نتنياهو الآن
يعمل عملية إلقاء اللوم على الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصبح هذا العملية سوف يظهر واقع الانقسام العمودي والداخلي في الشارع الإسرائيلي. لذلك إذا انتهت هذه الحرب وسوف يؤدي بالفعل أن واقع إسرائيل سوف يكون هناك بالفعل انقسام، وهذا سوف يؤثر ليس فقط على واقع المؤسسات الأمنية والعسكرية وإنما المؤسسات الاقتصادية حتى على مستوى الشارع أيضا الإسرائيلي. هناك انقسامات حادة نظرا أن الشارع الإسرائيلي أصبح الآن ينتفض ضد نتنياهو، كون أن نتنياهو لم يحقق أي من الأهداف الأمنية أو العسكرية أو حتى على مستوى السياسية، ولم يستطع حتى هذه اللحظة أن يفك الرهائن الأسرى الإسرائيليين. هذا إشارة أن عدم قدرته بعملية حسم الموقف الحقيقي حتى على مستوى حسمه القوة العسكرية أو حسم معركته لم ينجح في هذا السياق. أشكرك دكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا من رام الله.